السلام البنات، اهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله جيت نتقاسم معكم واحد الطويجين كيجي زوين. نشارك معكم البنات سر من الاسرار ديالي. عندي البنات طاجين ديالي، دايره فيه قطع ديال الدجاج، عندي البنات ريزو مقطع بهذا الشكل، عندي بصله كبيره مشلضه، واحد جوج دريسات الثومه، شويه القزبر ومعدنوس، عندي واحد شويه الزبيب اللي في الزكتو نقيته في الزكتو، وعندي شويه الزيتون مسلله، داك اللي كيكون البنات مشرمل فيه الزعتر وفيه الربيع نقيته تا هو من العظيمات، وعندي العطريه اللي كندير دائما اللي قلت لكم مخلطه، وغنديروا الزيت بلديه والمليحه، نجيبوا المليحه ونديروا البنات المليحه هي الاولى فوق ديك الحيمات ديالنا، والبنات ديروا الزويته بلديه ونشعلوا الطاجين ديالنا. البنات حيد هادشي ونقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا باش كنصور. البنات كيسحب لي كنت كنصور ملي كنت كنحط داكشي هنايا، درت البادرت الثومه ودرت ودرت البصيله من بعد ما درت ديك العطريه ديالي وديك الشيء و خيزو مقطع رقيق، الزبيب والزيتون. دابا البنات غنزيد عليهم الحامض، البنات دابا غنزيد طريفه د الحامض لهذا الخليط اللي عندي هنا، وناخذ البنات هاد الكاغيط ديال الطبخ هو اللي غادي نشدو نقطعو وغنغطي بيه الطويجين ديالي ونقص عليه العافيه ونخليه يطيب على خاطرو بحال تيطيب على الفاخر. ومنين يطيب البنات ونتلاقى ونوريكم النتيجه النهائيه. البنات اجي نديرو طليله على طاجيننا اللي صايبنا قبيله مع بعضياتنا، شوفوا البنات ما كندير فيه هو ولا نقطه الماء، يبان لكم البنات شوفوا هو جاي كيطيب ويتعلق. كنتمنى يعجبكم طاجيني يا البنات، انا شويه غنطفي عليه راه قريب يطيب. وهاد الكاغيط البنات راه ديال الطبخ تيكون صحي احسن من البلاستيك وكيطيب مزيان، هما كيزمس كيخلي العرق ديال الطياب كيرجع فيه، داكشي باش ما كنزيدوش قلت لك ولا جغمه الماء البنات ما كنديرها فيه، كيطيب في الصاد ديالو. البنات هاد الطاجين ديالنا دابا من بعد ما طاب طفينا عليه ها هو البنات نتقاسمو معاكم، شوفوا البنات كي كيجي جربوا البنات ما تندموش وبالصحه والراحه الى وصفه قديمه ان شاء الله. كما كنقول دائما انا معكم الى ما لا نهايه وبالصحه والراحه.